أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم. ينادونك من وراء الحجرات لو صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم ولهم رهين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن بغت فأصلحوا بينهما من هذه فأصلحوا إن الله إما المرشدين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أبويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ثم لم يرتابوا بسم الله الرحمن
الرحيم يا دي الله
Hey, honey, I'm a
ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما أرثناهم من عملهم من شيء كل منهم بما كسب به وأوجدناهم بفاكهة ولحم مما يسألون يومي ما همي هيا ما همي ما تولى عن الله
ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون الله فمن فلا تذكر قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا من مرسل ما قتلناك اللهم فارتقبهم واستغفر ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل جرم متغرب صاحبا فتعالى فامرا فكان عذابي ونذر انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المتغرب ولقد يسرنا القران بالدرفان من منتقل حاصلا إلا أهل الملك نجيناهم بسحر
القرآن عند نفال من متقين Yeah.
على فروش بدائلها من استغرق حجر الجنة تاجتان بأي آلاء ربك ما تكذبان إن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ألا بينكم المنكر ما نعمل بمساقين
أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل فيها السماء وما يخرج فيها وما تبين ما قسم الله بما كفى السماوات والأرض مستخلفين فيه فالذين آمنوا بالله والرسول يدعوكم ليردكم بأثر ما كان الله وإن الله بكم لنا مرحب وما قدر الله تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا حسنا المؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشركم اليوم جنات يوم يغور المنافقون والمنافقات
الصالحات للذين آمنوا انظرونا نرتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتنفستم أهدتم وأرجتم الجمالية حتى جاءكم الله وأرجتم بالله فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد وقد قلوبهم كثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم كالذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة في الأرض ولا في أنفسكم إلا بكتاب من قبل أن تقرأوه إن ذلك على الله يسير إلا تزور من فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم الله لا يحب كل مختار فخور الذين يظهرون ويأمرون الناس وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله أن ينزل الأرسل بغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته نبوة وكتابة من المجد وكثير من الفاسقون ثم غفينا على آثار برسلنا وغفينا لعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه
عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها هاتين الذين آمنوا برمجة فكثير منهم فاسقون كأن الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يأتيكم كفلين أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يغالى فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وإنا بهذا الذين يحادون الله ورسوله قبضوا كما ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك وما أنذر إلا هو ما هم بين ما كانوا ثم يربعهم من ما أنذر يا جوا ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا ما هم الذين آمنوا الدرجات والله مما تعملون
صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم يلفون حياة بما يعلمون أعد الله عذابا شديدا أنصى ما كانوا يعملون جنة بسطة عن سبيل الله فلهم عذابا أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم وصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يتزموا لغلق في قلوبهم الرب الخطبوا يا جاميدين حيث المؤمنين فاعتبروا يا أنصار كتب الله عليهم عليه من خير ولا ركاب ولا إن الله يسلط الرسل على من يشاء على كل شيء قدير ما رفع الله على رسوله من أهل الغري فلله وللرسول ولذي الغرباء واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما مما أعطوا أيدهم على أنفسهم ولا
كفروا منا للكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نضيع فيكم أحدا أبدا اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد أولياء تلغون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم
به لأستغفرن لك فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول
الهدى ودين الحق كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة منهم يتلو عليهم آياته المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله مسندة يعصمون كل صيحة عليهم من الأدر ما ذرهم الله أن الذين لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله رؤوس
سمحت غفرت لهم أم لم تتب غفر الله ليغفر الله فاحذروهم وان تعفوا وان لا لا تعبر فان الله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم من ازواج عند الله عليم واتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا النساء
فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل النبي لما تحرم ما أحل الله رجبت من ولد زوجته وقول الرحيم الله لكم تحلة فأت به وأظهره الله عليه عرف بعدا وعرضا أبدا نبى به وعرف بعدا وعرضا
هو مولاه وجبريل خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات طالبات حامدات سائحات مهذبات وأبناء سيجعلنا منكم أنفسكم عليكم نارا وقود الناس والحجارة عليها ملائكة يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم النبي جاهد الكفار والمنافقين ضرب الله مثلا للذين آمنوا كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في جنة ونجني من فرعون وأمره ونجني بعظام الظالمين التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا Peace.
أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم سحاب ولو من ذنب ينسفن إلا كما ظننا بحرم شاه مسير. أن هذا الذي هو جند لكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. أنشأكم وجعل لكم مسنا والأمثال والذين تعليل ما تشاءون. ويتام إلى السجود فلا يستطيعون. وقد أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يتام إلى السجود وهم ظالمون. ومن يكذب يا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لهم إن كيدي متين. أم تسألوا أهلاكم من مهل مظهر أم طيب
ربهم فجعلهم من أمثالهم. وإن كاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا به ويقولون إنه لمنا ما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يصدقون في يوم الدين من عذاب
ربهم غير المأمون الذين هم لبلدهم حافظون إلا عباده أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فلا أتى بك فأولئك هم العادون لأماناتهم بعدهم راعون الذين هم بشهادتهم Nah.
وجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منا مغائدا تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وضائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله
وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعبدوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون وقم المسيح نقوض مع فائد نكذب بيوم الدين حتى أفكار اليقين وما تنفعه شفاعة الشافعين عن التذكرة المهدد أمر المسافر من قصرة كل امرئ من أن يكافئ فالمؤشر الله يخافون الآخرة إنه تذكرة الشمس والقمر يومئذ أين المفر لا وزر يومئذ المسر يومئذ بما قدم وأخر على يده بزيرة هادرة لا تحرك في لسانك لتغير به يا أمير تمطى
يا معلم المهندم نحن
I'm a savage, I'm a lion.
Yeah.
بالمياه ثم لم يتوبوا فلا عذاب جهنم ولا عذاب الحريق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ربنا توقف في مهدتي على نار ذلك الفوز الكبير خبز ربك لسجين هو جد ويعيد غفور مجد شفا فيه لما يريد عزيز الجنود رتبوه كفروا في تجديد من وراء المهم قران مجيد المحفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق أبيكم الطارق والطارق كل نفس لها عليها حافظة من ما خلق من ما عند آخر من بين السم والترائب على هذه القادم كعظمة السرائر من قوة ولا ناصر السماء ذات البدء والأرض ذات السد إنه لقام قصر هو في الهزل يكيد كيد أكيد كيدا كامل عمل رميدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى خلق فسوى الذي قدر فهدى أخرج المرأة يا ليتني قدمت لحياتي لا يقدم عذابه احد ولا يؤمن
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى
صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنصف عن بالناصية ناصية كاذبة خاضئة فليدع ناديه سنب الأمان يدخل القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم للكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مضهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذي أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربي جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها الأرض وصالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال فالموريات غدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ما الغارعة وما أدراك ما الغارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين
علم اليقين لا ترون الجحيم ثم لا ترون النار والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في العظمة وما أدريك ما العظمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعل كأس النكار لا إله إلا الله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي حرم من بيت وما منها بالله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم لربك فانهر إن شانئك هو تبتل لا إله إلا الله ربنا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والله
الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الهماس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس